إلى الصديق والمعلم سعادتلو سعيد أفندي. أكتب إليك راجيا من الله أن تكون في أسعد حال وراضيا عما حولك من أحوال. أخي وصديقي، أكتب إليك واثقا أنك ستمد لي يد المساعدة، وإن كنت لا أطلب مساعدة لشخصي ولكنها قد تكون أعز على نفسي من ذلك. واغفر لي جرأتي، إذ أن جرأتي سببها ثقتي الكاملة أن طلبي عندك لن يصيبه الخذلان. ببالغ الأسى والحزن أخبرك أن الشاويش إبراهيم الذي أكرمتني بصحبته في رحلتي الصعبة قد أصيب إصابة بالغة نالت منه وأقعدته، وبالطبع لن نستطيع علاجه على الوجه الأكمل الذي يمكنه من عبور هذه المحنة التي أعيشها معه كل لحظة وأعتبرها محنة شخصية لي. أنت تعلم أن الواحة لا تمتلك مشفى ولا أي إمكانات طبية، لهذا أستغيث بكم لنقله إلى القاهرة في أسرع وقت كي يتم علاجه بما يستحق. أنت تعلم أكثر مني أن الرجل خدم في الجيش طوال حياته. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وأثابكم دائما بعمل الخير. أخوكم المخلص دائما محمود عبد الظاهر.